السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد اذنك بس نسألك في امر كده. اتفضل. منذ عدة ايام كده في شاب نصراني خرج على موقع التواصل الاجتماعي وسب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أساء إليه في منشوراتي. نعم. اللهم صل على رسول الله. هو شاب نصراني. كافر يعني. أسأل إن ألا يجوز القصاص منه يا شيخنا؟ والله المفروض الدولة تقتص منه. يعني هل يجب إعدامه؟ الدولة تقوم بكده، الدولة تستدعيه وتحاكمه. الدولة ساكتة ليه؟ يعني لو أن أحدا من المسلمين